إن الكريم لا يضام. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة 12 من أطرشيات الأستاذ محمود لطفي، مستشار جمعية المؤلفين والملحنين ومحامي الموسيقار. وفي هذه الحلقة، وهي بعنوان فريد الأطرش والمرح، يتحدث الأستاذ محمود لطفي عن بعض معاني الصداقة لدى فريد، ويحكي مقلبا طريفا دبره لبعض معارفه ولحظات ممتعة. كتب الأستاذ محمود لطفي: كان الموسيقى الراحل يحب أصدقائه جدا ويتمسك بهم ولا يرضى عنهم بديلا. ومعنى أن فريد كان يختارك صديقا، أنك لست في حل من أن تتصرف في المواعيد كيفما تشاء، إذ لا بد وأن ترتبط به صباحا ومساء. ومعناه أنك لا بد أن تكون على مائدته في الغداء والعشاء، ومعناه أنك تسهر معه قبلت أو لم تقبل، ولا يجوز لك أن تعتذر عن دعوة منه للسهر أو الغداء أو العشاء. ويحدث أن يدعى الموسيقى للغداء أو العشاء، فإذا كان صاحب الدعوة من أصدقائه المقربين فإنه يكون مفهوما أن الدعوة موجهة للموسيقار وأصدقائه، أو كما كان يحلو لي أن أسميها، الموسيقار وقبيلته. ومعنى هذا أن ينتظر صاحب الدعوة بين 8 أو 10 أشخاص مع الموسيقار، وفي هذه الحالة يعلن الموسيقار لقبيلته أن الغداء عند فلان أو عند فلانة، والكل يذهب طائعا مختارا دون أن ينتظر أن توجه له دعوة شخصية من صاحب الدعوة. أما إذا كان صاحب الدعوة من الأصدقاء وليس من الأصدقاء المقربين، فإن الموسيقار يعتذر لأنه لا يستطيع تلبية الدعوة لارتباطه بموعد سابق. فإذا ألح عليه صاحب الدعوة فلا يستطيع فريد أن يكتم ما في صدره، ويقول بصراحته المعهودة: والله أنا لا مرتبط ولا حاجة، ولكن أنت عارف أن معايا 5 أو 6 لازم يكونوا معي على الغداء. فيرد صاحب الدعوة: أهلا وسهلا بهم. فإذا كان الداعي معروفا لباقي الأصدقاء وأنتيم معهم، يتولى الموسيقار بنفسه توجيه الدعوة للقبيلة. وإذا لم يكن كذلك، فيطلب منه الموسيقار الاتصال بهم واحدا واحدا ليدعوهم على الغداء. وهكذا كان الموسيقار الراحل مع أصدقائه. وقد رواني الموسيقار الكريم هذه الواقعة: كان في لندن مرة للعلاج، وخرج من المستشفى بعد أن انتهى من جميع الفحوصات، وذهب إلى أحد الفنادق الكبرى في العاصمة البريطانية، وهناك صادفه صديق عزيز، عرف منه أنه ينتظر وصول تحويل من بلده وأن التحويل تأخر، وطلب مبلغا محددا من الموسيقار لحين وصول التحويل. وعلى الفور وبدون وعي أو تفكير أخرج الموسيقار المبلغ المطلوب من جيبه وسلمه للصديق، وتمنى له سلامة الإقامة وسلامة وصول التحويل. وبعد انصراف الصديق، تنبه الموسيقار إلى أن ما دفعه له هو كل ما يملك في العاصمة البريطانية، وأنه لم يتنبه إلى ذلك. ماذا يفعل إذن وهو مسؤول عن 3 من مرافقيه في العاصمة البريطانية؟ ماذا يقول لهم؟ ماذا يأكلون؟ وعاد الموسيقار إلى حجرته بالفندق مهموما، وإذا بالفرج يأتيه مكالمة تليفونية من الصديق محمد بركات بأنه موجود في الماي فاير أوتيل، وأنه يريد أن يطمئن عليه. وتواعد الصديقان وذهب الموسيقار لزيارته. وروى له فريد الحكاية الخاصة بالصديق الذي طلب المبلغ، وحاول بكل الطرق أن يفهم الأستاذ محمد بركات بأنه محتاج لمبلغ في لندن، ولكن الصديق أمعن في مضايقة الموسيقار، أظهر عدم فهمه لما يطلب، واستأذن في الانصراف لموعد هام. ولم يكن هذا الموقف من الأستاذ محمد بركات عن بخل، ولكن عن عناد ومداعبة للموسيقار. وفكر الموسيقار في طريقة يرد بها الصعصعين للأستاذ بركات، فدرس جيدا مواعيد خروجه من الفندق، وبدأ يوميا في ميعاد الغداء وميعاد العشاء يذهب مع مرافقه إلى الفندق، ويتوجه بخطى ثابتة إلى حيث توجد مفاتيح الغرف، ويطلب مفتاح الغرفة 116،
وبحركة آلية يسلمه الموظف المختص مفتاح الغرفة اعتقادا منه أنه صاحب الغرفة، ويدخل الغرفة الموسيقار ومن معه، وعادة يسكن الأستاذ بركات في جناح، ويدق الموسيقار الجرس لخدمة الغرف، ويحضر إليه الجرسون، ويطلب الموسيقار قائمة الغداء أو قائمة العشاء حسب الوقت، ويطلب لنفسه ولمن معه أغلى الأصناف والأطباق، وينتهي الغداء أو العشاء وينصرف في هدوء. وظل على هذه الحالة 5 أيام، هي مدة إقامة صديقه بالفندق. ولما علم بموعد سفره رفع سماعة التليفون ودعه وقال له: أرجوك لما تدفع الحساب لا تناقشه. فسأله الأستاذ بركات: وانت دخلك ايه في الحساب؟ فقال له: تعيش وتاخذ غيرها، كل يوم غداء وعشاء على حسابك وانت مش داري. وأسقط في يد الصديق، وكانت مداعبة مقابل عناد. ثم تابع الموسيقار روايته لي: تعرف يا محمود، بعد 3 أيام من إعطاء المبلغ للصديق المحتاج، ماذا حصل؟ صادفت أحد أصدقائي ولي في ذمته مبلغ من المال، أول ما رآني سلمه لي بعد أن كنت قد يئست من أن يدفعه لي. ثم ماذا تعرف أيضا؟ وصل التحويل للصديق ودفع لي ما اقترضه. ألم أقل لك دائما يا محمود إن الكريم لا يضام؟ وهذا هو فريد. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.